نسافروا نكتشفوا ونتلاقوا في بلادنا مع المكتب الوطني المغربي للسياحة. الدار البيضاء عندها يوميات واجهه سياحيه اغلبيتكم ما كتعرفوهاش. ايوا داكشي علاش اليوم غادي نديكم جوله سياحيه حصريه تكتشفوا تاريخ تاسيس اول نواه فيها. غادي ناخذ وقتنا وحنا كنتساراو ما بين اهم معالمها وبناياتها التاريخيه. غادي نكتشفوها من زاويه ثقافيه ودينيه وكونوا هانيين. غادي نوريكم حتى شنو هما اهم الانشطه الترفيهيه اللي تقدروا تمارسوهم في هذه الجوله. في نظركم المجموعه اللي غادي يرافقونا فين غيكونوا كيتسناونا؟ شنو زعما غيكونوا بداو الجوله بلا بينا؟ لا ما كنظنش. وعرفتوا شنو؟ خلوني انا نسبقكم لعندهم بين ما نتوما تعرفتوا عليهم. هادي زينب في عمرها 40 عام، بنت الدار البيضاء ومختصه في تحضير اللياقه البدنيه وفي رياضه البودي بورد، هي ورجلها عدنان. وهذا عدنان عنده 41 عام، محترف وبطل عالمي في رياضه البودي بورد. زينب وعدنان واخا ولاد الدار البيضاء زياده وخلوق، ولكن ما عمرو سبق ليهم وجالوا المدينه العتيقه ديالها. وداكشي علاش اليوم بغاو يكتشفوها من زاويه جديده عليهم وبجوله سياحيه متميزه على اهم معالمها التاريخيه والثقافيه. زينب وعدنان اليوم غادي يبينوا لينا باللي ما نحتاجوش نسافروا بعيد باش نعيشوا السياحه في وسط بلادنا. عندنا مدينه قديمه ديال الدار البيضاء، نهار كبير هذا. تفضلوا معايا، هذه كيف ما كتعرفوا هنايا درنا الموعد على باب المريصه. علاش بالضبط باب المريصه وماشي باب اخر؟ باب المريصه حيت هي المهمه كاع في المدينه القديمه، هي المدخل الاولاني ديال الدار البيضاء اللي دابا كنعرفوها. المدخل كانت كتعطي على لو بور، والدار البيضاء كتعرفوها انه بدات ونشات الدار البيضاء الحديثه بلو بور دو كازابلانكا. ولا بغيتو تفهموا عاوتاني حاجه ما اكثر وهذا، غنمشيو نزورو واحد البلاصه اللي خاص كل مغربي يمشي يشوفها باش يكتشف التاريخ الفري ديال المدينه القديمه بالصور بكلشي ان شاء الله. مرحبا بكم. صراحه ما كاين ما احسن من انو نتساروا المدينه العتيقه على خطى واحد من ولادها اللي كبروا في وسطها، وحاتيم واحد منهم واللي هو عضو ناشط بجمعيه ذاكره الدار البيضاء. يعني غتكون واحد الزياره اللي شامله الزياره الثقافيه وتاريخيه ودينيه وزياره كيف ما كنقولوا سمحوا لي فيها ما يدار. علاش؟ غنوريكم اشنو كان صوبوا في المدينه القديمه. ما تحبوش المدينه القديمه راه ما فيها والو، راه فيها كما كنقولوا الهميزات. اللي بغى يجي يدير لي بون بلان، يلا سمعتوا لي بون بلان الهميزات اكتشفهم اليوم مع سي حاتيم. داكشي اللي غتشوفوا ان شاء الله. بحال اغلبيه المدن العتيقه في بلادنا، فالمدينه القديمه ديال الدار البيضاء محاطه بسور تاريخي مطوقها على طول 3 كيلومتر تقريبا. والسور عنده 8 بيبان رئيسيه، منها اللي كتخرجك في وسط المدينه، ومنها اللي موجهه مباشره في قبله المحيط الاطلسي وفي ميناء الدار البيضاء. هذا الموقع الاستراتيجي اللي تبنت فيه المدينه العتيقه كان عنده دور مهم في تحصينها ضد الهجومات، ولعب دور رئيسي في تبادلاتها التجاريه البحريه. هذا هو المفاجاه اللي قلت لكم، كيف ما قلت لكم هذه مدرسه كانت سميتها مدرسه ديال عبد اللهويه اللي كان عطى التعليمات ديالو ديال المخول محمد الخامس السلطان، هو اللي عطاه باش يقريو ولاد الدار البيضاء. اللي ولاد الدار البيضاء ديك الساعه هما ولاد المدينه القديمه باش يدخلوا للتعليم. وهذا ايفيكتيفمون راه قلت لك قراو فيها كاع البيضاويين هنا كانوا قراو فيها بما فيهم الوالد تبارك الله. من بعد ولات بيسك القرب ديالها وملاصقه مع مسجد الحمراء، ولات ايكول كورانيك كيقروا فيها تعاليم الدين والقران. وهذا من بعد المشروع الملكي ديال اعاده تسهيل المدينه القديمه عطاه واحد النفس حر الحمد لله، عطاها واحد النظره اخرى انها ولات ميزي. والزياره الزياره مفتوحه كل نهار؟ الزياره مفتوحه كل نهار مجانيه من اثنين حتى للجمعه مجانيه. صوت ديال المواج. ياك كنسمعوا هذا الصوت ديال المواج. علاش؟ كما قلت لكم هذا الميزي هذا زوين، ها هو هذا كيجسد بحدا البحر اللي داخل حدا باب المريصه، ها المجسم ديال باب المريصه.
اللي كيف ما منين دخلنا ليه هو هذا مع الصخر اللي كان ها هي الصوره ديالي. داكوغ. ها هو غيدخل من هنا وغندوزو لباب المريصه. حنا دابا سافرنا لباب المريصه القديم ورجعنا للور. سي اكزاكتومون هنايا شتوها. حنا فين؟ ها باب المريصه. وهنا كيبان لنا باللي راه المدينه ما عندهاش غير باب واحد. طبيعه الحال هذا باب مراكش الاصلي. دابا اللي كيقول لي باب مراكش فين كاين الخضاره اكسيتيرا. تماما. يعني الناس اللي كتقول لك باللي المدينه القديمه ما فيها ما يتشاف غلط، خاصكم بعدا تجيو تكتشفوها. ولكن اول حاجه انكم تجيو لمركز التعريف بالتراث باش تلاحظوا التطور الكبير اللي عرفته المدينه من ديك الفتره لدابا. هذه لاكلوش ديال ليغليز اللي غادا من بعد غنشوفوها. كاينه ليغليز، كاينه لا سيناغوغ، كاين الجامع الحمراء اللي حدا بعضياتهم. داكور. ها هي التورات هذه. وي سي لا تورا. مع اللباس ديالهم. وهاد المعالم باقيين كاينين غنشوفوهم في الرحله ديالنا. باقي هذه الحاجه الزوينه كيف ما قلتوا اللي غتشوفوه هنا ان شاء الله دابا غير في المعرض. اوغوزمون كانهم باقيين، بل بالعكس من ذلك مي ايزيتي ريستوري. خرجنا من مركز تعريف التراث المدينة العتيقة، أول صورة تجسدت قدامنا هما المنشآت الدينية المتعددة، بداية من مسجد ولد حمراء واللي جا محادي مع المركز. غير هاد الجامع هذا باش كيمتاز من أقدم الجوامع اللي كاينين في الدار البيضاء وفي المدينة القديمة. هو باش كيمتاز عنده جوج الواجهات، عنده الواجهة الأولى اللي كتعطي للمدينة القديمة، والواجهة التحت كتعطي للبحر ديريكتومون. مسجد ولد حمراء كان من أهم المباني اللي حيات وحصنات المدينة القديمة من القرن 18. تاريخ تأسيسه كيرجع لعهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله في 1783. من بعد شهد مجموعة من أعمال التوسيع والترميم في عهد السلطان مولاي الحسن الأول، بامتداده على مساحة 1200 متر مربع وبامتيازه بهندسة مغربية إسلامية غاية في الجمال. مترو من مسجد ولد حمراء خرجنا في المعبد اليهودي التدقي نسبة لعائلة التدقي المغربية من ديانة يهودية واللي بناته في 1929. شي دابا هنايا كنلاحظوا واحد الهندسة مختلفة بتاتا على كاع هذوك المعالم اللي شفنا من قبل. علاش؟ كيفاش؟ حيت الخصوصية ديال المعبد يهودي كيف ما الخصوصية ديال الجامع ديالنا، حتى هما عندهم الخصوصية ديالهم ديال المعبد اليهودي. في الفضاء الخارجي ديال المعبد تم إحداث متحف في 2014 بهدف إحياء الهوية المغربية اليهودية من خلال عرض مجموعة صور قديمة كترجع لعائلات والشخصيات كان بارز دورها في بناء تاريخ مدينة الدار البيضاء. شوف موراك زينب مجموعة شي صور ديال مدرسة قديمة ديال هو ديال التو ديال ديال لا مينويزغي لا دونس. انا اللي عزيز عليا السبور ودرت لا دونس كلاسيك منو ليا دي دونسيز او شوف شوف اللي كيعلمهم اللغه العربيه. شوف انه المتحف مفتوح كل نهار من غير نهار السبت، كيبقى الثمن ديالو 50 درهم ونفس التيكي كيشمل زيارة باقي المتاحف اليهودية اللي تقدروا تزوروها. مزيان هذا دابا صافي. واش هادي ليغليز دار الثقافه؟ هي هادي دابا دار الثقافه ولكن هي كانت الكنيسه. ياك كنيسه الاسبانيه عندها لاركتيكتور ديال الكنيسه. الجامع سيناغوغ كنيسه متقاربين متقاربين بيناتهم ميم با 200 متر و 300 متر. تعرف بان ثلاثه ديال
هذه هي الميزه ديال الدار البيضاء المدينه القديمه، هو هذا التعايش اللي كان وباقي ما بين الديانات. تبنات كنيسة سان بوينا فينتورا الإسبانية في القرن 19 في عهد السلطان الحسن الأول اللي كان منح أرضها للملك ألفونسو الثاني عشر. بهندستها المعمارية القوطية المتميزة وعلى مساحة 1200 متر مربع تقريبا، كانت الكنيسة ملجأ لكل مسيحي إسباني كيشتغل في مراكز التجارة البحرية. ميناء الدار البيضاء حتى 1968 فين توقفت على العمل ككنيسة. كيف ما بقات المدينة القديمة ديال الدار البيضاء محافظة على أهم بناياتها التاريخية، فجزء من الذاكرة ديالها بقى مرتبط بمجموعة من أولياء الله الصالحين. أقدم ضريح فيهم كيرجع للقرن 14 لسيدي علال القيرواني، زيادة على مجموعة أضرحة أخرى في قلب المدينة القديمة بحال ضريح سيدي بوسمارة وضريح للتاجة. شنو هذا الدار هادي؟ هادي ماشي دار، هادي مدرسة عمر بن عبد العزيز. هادي هي اللي كانت بروميير كونسولا ديال الالمان، والا تشوفوا البنايه الحمد لله ما طرا عليها حتى تغيير، بقات محافظه على نفس الهندسه المعماريه. نفس الهندسه المعماريه اللي حاجه شي زميل، وهاد الهندسه المعماريه الا جيتي تشوفوا هذه هي اللي كتميز المدينه ديال الدار البيضاء، عندها الاركيتكتور ديالها رائعه وعندها اختلاف ديال الهندسه المعماريه. بحال دابا هذه المانيا اللي بنياها كنلقاو مثلا هذه البنايه هذه، واخا الفا ريستوري مثلا بنايه اسبانيه مع دوك لي تيت اللي الفوق، مازال غنوريكم بنايات فرنسيه. من منظور معماري كل حي من احياء المدينه القديمه كيضم اثار وجهات وبنايات تاريخيه كتجسد الانماط معماريه مختلفه مزجه في نفس الوقيته ما بين العماره الاسبانيه والفرنسيه والمغربيه ديال بدايات العشرينات، وهذا الشيء واضح في تفاصيل واجهات كل بنايه او شرجم او باب كل دار من الديوره ديال المدينه القديمه. سيد لا بلاس كوميرس فسحه التجاره وبيان بلاس دو بلجيك، كانوا هنا التجاره اللي كتتم قبل من البروتكتورا، راه كانوا هنا لي كوميرسون اللي كيجيو باش يديروا التبادل. هاد البنايه هادي راه باقه تاريخيه ما تبدلاتش، هاد البنايه هادي وان شاء الله غنشيروا ليها في الصور هاد البنايه هادي بالخصوص. هذه parmi les premières rues de Casablanca. الحمد لله heureusement. السلام اخويا. heureusement qu'ils ont gardé le nom ديال rue d'Enfants, ils l'ont pas changé. الانفا هي المدينه ديال الدار البيضاء اللي كان دائما انفا. انفا. فوالا ils ont gardé puisque c'est la première rue اللي جيتي تشوف راه هي اللي كتطلع ديريكتومون من باب المريصه. هاد زنقه انفا عندها حتى هي واحد هي دايره عندها واحد سبيسيفيك واحد الحاجه زوين. فوالا مزيان قلتيها انت بلا ما تشعر ياك، قلتي شوف مزيان هاد لافاساد. هاد لافاساد سي كوا؟ الا غطينا لك عينك وحلينا غتقول شويه اون اسبان. كاين ولا ما كايناش؟ باسكو من هنا سا كومونس لو كارتي اسبانيول. تبارك الله سين تري بيل اركيتكتور. شوف مازال هنايا الداخل، مازال دخلوا تشوفوا. مانيفيك. وانا نفهم فهمتي دابا هذا ماشي اي اتوليي، المعلمه جا في وسط معلمه. فوالا هذا سي تانا سي ان اتولي دو مينويزغي، ولكن اللي جبتكم بالخصوص ابار الحرفيين وابار هادو اللي كيصوبوا د الارتيزانا والعود، ما جبتكم على قبل الاركيتكتور ديال هذا المحل. هذا سي تان اونتربو بور لو بور، وكانوا كيديروا فيكم التخوك لان كتجي من السلعه من برا، اللي كتجي الزيت كيجي السكر كيجي اتاي اكسيتيرا، وكانوا او ميم طون كيجيو لا ريجيون دو الشاويه اللي معروفه بالفلاحه ديالها وبالقمح بالفارين اكسيتيرا، كانوا كيجيبوا الغله ديالهم هنايا وياخذوا معاهم الزيت والسكر واتاي. العتيقه ديال الدار البيضاء كتمتاز بهندسه معمارها، بقات حتى اليوم محافظه على بعض المرافق التقليديه ومنها فرارنه الخبز، وعلى مجموعه من الحرف اليدويه والصناعات التقليديه بحال صناعه الخشب والجلد اللي الحريفيه ديال الدار البيضاء معروفه عليهم كيتفننوا في المصنوعات الجلديه بكاع انواعها. السلام عليكم. سلام. شكون ضياف؟
السلام عليكم. شفنا على هاد الدخله من برا، من برا المدينه القديمه، من برا كتقاد واقيلا لا بخف نكذب بزيطمات ولا سيكان ياك بزيطمات ديال الجلد. تبارك الله عليكم. نشوف عندك شي موديل نشوفه. زوين على هذا الشكل، هذا مزيان، هذا اللي خاصكم تعرفوا. هذا بالنسبه للي شوت، لي شوت ديال اللي كيخدموا لي جافات وكنخدموا حنا عندنا غير لي شوت، هذيك لي شوت اللي كيطيحوا كناخذوا كنريباري شي باش عرفوا شو ما يضيعش. هذا الشوت ديال جاكيت الكوير اون كوير شي اكزاكتومون كي ريكوبيرو كي صوبي بسيت مات صبار. خد غير الاخبار ديالو. ها انتم شوف لا كولور اي لي ماني غزال هذا. هذا لا طوال، لا لا تنا زوين هذا، عجبني الحمر، لا عجبني الحمر ميم لو فيغ زوين لو روج نو لو مغرب لو روج المغرب. لا لا شحال هذا، شحال هذا سي مو كيت. لا 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 سبقتيني سي تبلي وتفهموا العيالات بيناتهم. قولي قولي شوفي قولي تندخلوا لشي قيصريه ديال ذهب وديك الساعه تو بو موفخيغ سكو تو فو. حقيقه اخويا حاتم ما كرهتش شي طويجين. طويجين ما كرهتيش واخا. واجي سيدي نديك فين تاكل الحوت باش عرف لافونتاج مزايا ديال المدينه القديمه، انه المدينه القديمه فيها داك الشيء متكامل اللي بغيتي. بغيتي تاكل الحريره البصاره اللي بغيتي، بغيتي القطبان مشويين، بغيتي هذا بيسكو تشهيتي الحوت. حنا غنمشيو عند صاحبنا اللي عنده حوت زوين وجديد ورخيص في المتناول ديال كل شيء. على بركه الله. الله يجيب لنا الطريق بندوزو. سمعتي سمعتي دابا؟ اوغوزمون قلتي راك مشهي الحوت نتايا. معلوم. وهنا بالاخص بان حدا المرسى غادي يكون الحوت فريش طري. وي الحوت هنا فريش حيت المرسى قريبه لينا. هنايا اللي كيمشيو يتقداو منها باش كيديروا كيديروا السردين، كيشوا السردين كيقليو بزاف. ها انت غتشوف دابا ان شاء الله. فوالا ها الحوت ها انتم داك الشيء. السلام عليكم. السلام عليكم. ها هو الاخ كي داير بخير لاباس؟ ايوا توجدنا شي بلاصه فين تغداو عندك؟ افسحوا المجال. بصراحه يعطيك الصحه. دابا مثلا الواحد اللي بغى تبصيل بحال هذا ديال الحوت مشكل، شحال الثمن ديالو؟ انا بغيت مشكل وي لا ما كنجيش زعما هذا، كنجي مره مره. سي 30 درهم. 30 درهم هكا تبصيل هكا حوت مشكل فخيتو. مزيان نويلة مزيان خير صراحة فوق مزيان. كاينين كاينين شي زعما دي زوندرو اللي كتخلص الطبسيل قد هكا كيحسبوا لك 50 لا وسيرتو قرابين البوغ، قرابين البوغ كاع دوك المطاعم اللي كنعرفهم قرابين البوغ كيكونوا شويه زايدين في الثمن. وغير سالينا الغداء دنا حاتم لزنقة كوموندون بروفو سابقا المعروفة حاليا بشارع محمد الحنصالي فين الرواج وكاع محلات البيع والشراء مجموعة من محلات كتعرض منتوجات الصناعة التقليدية، حوايج، أحذية، عطور وأكسسوارات وغيرها من المنتوجات اللي كترضي لكاع الأذواق. وهذا كيفصل هذا الشيء لي موديل راسو. سي تان ارتيست تبارك الله. شوف هذا الشيء اللي غتلقاي زعما نقولوا في محلات شيك وكبار اللي كتقولوا في المغرب كاين هنايا دابا. شوف ما شاء الله. شو تفنن انت هو بيان سور بيان سور نفس الأحجار مخرج منهم. شوف هذا الشيء حيت مختلفة. مو جو لابيلغي ان ارتيست. علاش؟ لانه كيعشق الخدمه ديالو هذا وكيعجبك الواحد اللي كيعشق الخدمه ديالو ويخرج منه شي حاجه زوينه. يا شتو اللي باغي يشري الحباب ودي سوفينير وسط المدينه القديمه غتلقاو كاع اللي كتشاف خاطركم. سمح لي هذه راه غلطه. كتشوف لهنا. لا ما باغيش يشري المرتد الذهب. لا شنو قالت لي؟ قالت لي سوفينير. على سوفينير ديال الذهب سوفينير. لا هذا راه الدهاز، هذا راه داخل في الدهاز والدفوع. ما كاينش غير الذهب، ما كاينش في وسط المدينه القديمه راه كاين كل شيء. الصناعه التقليديه، المنتوجات المحليه، الروايح. هذه انت شمد بارفان هذا تقريبا 300 درهم في الاوريجينال.
وهذا شي هادو داخلين في الهموس ديال المدينه القديمه. ايوا فوالا انت ياك شتي على غفله. شحال الاثمنه ديالو؟ 30 درهم. يلا 30 درهم. اه سي مانيفيك. زوينه. اش ما كيديك؟ اه واعره 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 شم. رياض صا هذا؟ انا ناخذ هذه. وحيد زينب وعدنان ما يقدرش يدوز عليهم النهار بلا ما ينزلوا البحر غير سالينا من المسارية في وسط المدينة. خلينا حاتم وتوجهنا مجموعين لاكوت ديال عين دياب باش نساليو نهارنا بأحسن حصة ديال السيخ. صراحة ما بغيش نمشي من هنا واخا عدنان باغي يمشي يسير في دابا مازال باغا نبقى هنايا وعشنا شحال من حاجة بغا ما زوينة في المدينة. هادشي النهار كامل وما شناش كلشي يلاه شنا واحد شويه من داكشي اللي كاين ما يتشاف في المدينه يعني مازال نقدروا نرجعوا ونكتشفوا شحال من حاجه اخرى. مره اخرى غنجيو ونجيبوا معنا بنتنا والعائله. اه ضروري 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 يجيو معنا. دار البيضاء كلها ديالكم. هذاكشي اللي شفنا حنايا هذيك النظره الاخرى اللي شفنا على ديال المدينه. دابا فين لا ديريكسيون؟ البحر. البحر يلا. دابا جينا للتيريتوار ديالك دابا عدنان. اه دابا ما بقيناش غنتمشاو دابا ما كاين غير الزليق. واش فراسكم ما كانش فراسي باللي الدار البيضاء مشهوره بالسيرف؟ بيان سور علاش؟ الدار البيضاء فيها من احسن سبوتات ديال السيرف. سي ان بون ايكول مدرسه زوينه راه بغيتي تعلمي السيرف علاش؟ حيت البحر بحال هكا اللي كتشوفي بحال هكا محلول سكون ابل دي بيتش بريك موجه مزيانه الا بغيتي فريمون تعلمي. دونك كاين الكشكوشه على برا وان بليس الا بغيتي تبروغريسي كاين واحد لا ديفيكولتي في البحر سكي في كل واحد دغيا كيبروغريسي في هاد في البحوره ديال الدار البيضاء. وشنو على طول العام ولا كاينين شي كاين لا سيزون ديال السيرف؟ لا طول العام حنايا شوف لي سيرفور كنبغيو الشتا كنبغيو مي كيكون بحال هكا كيكون بحر خاوي كيكون بحر ديالنا حنايا وكيكون الموج ماشي بحال الصيف. الصيف كيكون الموج شويه طايح ولكن حنا عندنا العام كامل بحال الصيف بحال الشتا. دونك مثلا الناس اللي بغاو ياخذوا دي سيونس ديال لينيسياسيون شنو الاثمنه منين كتبدا؟ الاثمنه تقدري تلقايها ابتداء من 200 درهم في الحصه جينيرالمون تتكون فيها ساعتين في حال هكاك. الواحد الا دار واحد 10 ديال الحصص يقدر يولي يوقف على البلانشا ويشد اتجاهات ويمارس مزيان. تري بيان. وخلاص انه قلتي لي ما كاينش غير السخف كاينين رياضات مائيه اخرى كتقدر دير. بزاف ديال الرياضات المائيه اخرى كاين هادو اللي تيقولوا لهم الفوم بورد كاين البودي بورد زعما غير في البحر تقدر دير بزاف ديال لي زاكتيفيتي. وتبارك الله عندنا لاكوت هنايا كما شتي ديال عين دياب كبيره كاين بزاف ديال لي بيك تقدر دير واحد لا بالاد على لاكوت بالفيلو ولا على رجليك زعما وتشوف مرافق بحال الموروكو مول بحال سيدي عبد الرحمن. على بركة الله يلا زيد دخل 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 يلا البحر يلا 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 من غير السخف وباقي الرياضات المائية فلا كورنيش ديال عين دياب كتوفر على بزاف المرافق الترفيهية بأنشطة كتناسب اهتمامات الصغار والكبار. من منتزهات مدينة ملاهي ومراكز تجارية كبيرة للتسوق كتواكب الموضة. وهذا الشيء كله اكتشفناه وحنا كنتمشاو في قبال حضمة مسجد الحسن الثاني. دابا ملي وصلنا لنهاية الجولة ديالنا في وسط المدينة القديمة ديال الدار البيضاء زينب عدنان كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا في هذه الجولة. بزاف بزاف شفتوا بزاف الحوايج جديدة. بزاف والصراحة ولات عندنا واحد النظرة أخرى على الدار البيضاء. احنا اللي بيضاوة مثلا انا براسي انا اللي بيضاوية وتزاديت في كازا وكبرت فيها ما عمرني ما شفت الدار البيضاء بهاد الفيزيون بهاد الرؤية هادي. دونك لا الحمد لله فريمون تري بيل ديكوفير. عدنان سي فري كيما قالت زينب زعما حكا بيضاوة ما تجيكش انك زعما دير تخرج دير السياحة في مدينتك ولكن
بالفعل كاين بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نكتشفوهم اللي مدينتنا وما عارفينهمش، وفي حال هكا الجوله هذه تعلمنا منها بزاف ديال الحوايج في واحد الظرف اللي كان هو قصير، وخلاتنا اننا بغينا نعاودوا نرجعوا ونجيبوا كاع والدينا يقدروا يعاودوا لنا شي قصص، ولا يقدروا هما يكتشفوا قصص كما اكتشفناهم حنايا اولادنا، حتى هما نعلموهم نوريوهم البلايص الاصليين في الدار البيضاء. وما سخيناش واه كاع ما سخيناش، خصوصا الميزه انه ملي كتخرج من الاسوار ديال المدينه القديمه كنكتشفوا واحد الرؤيه غزاله على المدينه، خصوصا هاد لا ترافيرسي اللي قطعنا على لا كورنيش باش وصلنا لهذا المنظر في قبالة البحر على المسجد ديال الحسن الثاني. وانتم كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا واكتشفتوا معنا مدينه الدار البيضاء بواحد الزاويه مختلفه. ميعادنا غيتجدد من هنا 15 يوم مع مجموعه جديده وفي منطقه اخرى، وما تنساوش الا بغيتوا تعاودوا تشوفوا هذه الرحله ديالنا وباقي رحلات زور بلادك ما عليكم غير تدخلوا الموقع نتلاقاو في بلادنا بوايما، نرجعوا نتلاقاو في بلادنا. السلام عليكم. شوفوا معايا انا يا كتحمقني هاد الهيبه ديال المسجد الحسن الثاني. اه زوينه تبارك الله. سافروا نكتشفوا ونتلاقوا في بلادنا مع المكتب الوطني المغربي للسياحه.